اهلا بيكم يا جماعه في حلقه جديده من سلسله اسلحه الجيش المصري، واللي بنتكلم فيها بالتحديد عن اسلحه المشاه الخفيفه. والنهارده ان شاء الله هيتكلم عن واحد من اشهر اسلحه المشاه، وهو سلاح الدوشكا. ولما يبدا كلامنا عن الدوشكا، فهو رشاش سوفيتي تقيل بيطلق رصاص عيار 12.7 في 108 ملم، وبيتم استخدامه ضد الطائرات، ويقدر ان هو يخترق دروع سمكها 16 ملم على بعد 500 متر، ويقدر برضو ان يتم استخدامه ضد المشاة. بالنسبة للمصممين، فاول من صمم سلاح الدوشكا او المصمم الاول للنسخة الاصلية من سلاح الدوشكا هو اللواء السوفيتي فاسيلي دوغتروف، وصاممه مع مصمم الاسلحة السوفيتي غنادي شباغين. والرشاش ده حظى بشهرة كبيرة جدا في عدد كبير جدا من الدول الاجنبية وعلى مستوى العالم. والدوشكا لسه لغاية الوقت الحالي بيتم صناعته في بعض الدول زي ايران وباكستان والصين، وبيتم استخدامه كسلاح مضاد للطائرات وفي دعم المشاة الارضية. وتم تطوير السلاح ده عشان يتم وضعه على المدرعات وعلى السفن صغيرة الحجم، وتم تطويره فيما بعد واطلق عليه اسم دوشكا. ولما يتكلم عن المواصفات التكتيكية والميكانيكية والفنية للدوشكا، فعيار الدوشكا هو 12.7 ملم، وطول السلاح 1625 ملم، وسرعة رمي السلاح هي 125 طلقة في الدقيقة الواحدة. وبالنسبة للسعة التخزينية للرشاش بتكون 50 طلقة، ووزن الرشاش بيكون 34 كيلو جرام، ومستخدم الرشاش او طاقم العمل بيكونوا فردين. وسمك الدرع المخترق بتكون 16 ملي، اما مدى الرمي بيكون 3500 متر. وارتفاع الاهداف الجوية المصابة بيكون 2500 متر عن سطح الارض. اما بالنسبة للدول العربية المستخدمة للدوشكا، فهي مصر والعراق وسوريا والسودان واليمن وليبيا. ولما نتكلم عن تاريخ الدوشكا، فقام اللواء السوفيتي دوغتروف بتطوير او بتصنيع رشاش من عيار تقيل سنة 1930، وتم انتاج عدد صغير جدا من السلاح ده ما بين سنة 1933 و 1935. وكان الشريط اللي بيتم استخدامه لتخزين او لتغذية الرشاش دوشكا كان بيتم تغذيته ب 30 طلقة فقط، وفي الوقت الحالي تم تطويرهم ل 50 طلقة. الشركة المصممة للدوشكا قدرت ان هي تطور السلاح عشان يشيل او يتم تغذيته ب 50 طلقة سنة 1938. وكده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده، وان شاء الله الحلقه الجايه اكمل الكلام معاكم عن اسلحه الجيش المصري. وهتلاقوا كل اللينكات بتاعتي تحت في الديسكربشن. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم.